في إطار محاربة الجريمة المنظمة، تمكنت فرقة البحث والتدخل البياري التابعة لمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة أفرادها متورطون في قضية جناية التهريب الدولي للمخدرات الصلبة، نقلها شحنها تخزينها ضمن شبكة إجرامية منظمة تنشط خارج الحدود الوطنية. التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية. الحيازة على أسلحة بيضاء من الصنف السادس لغرض الإعداد لجنايات وجنح جناية تنظيم الهجرة غير الشرعية. فبعد تتبع وترصد نشاط أفراد هذه الشبكة وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العين الترك، أسفرت العملية عن توقيف 6 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و45 سنة، من بينهم امرأة ورعية من جنسية أجنبية، بالإضافة إلى حجز كمية من المخدرات الصلبة من مادة الكوكايين تقدر ب 47 غرام ومبلغ مالي من عائدات المتاجرة يفوق 12 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مركبتين تستخدمان في نقل هذه السموم. التحريات المعمقة تمخض عنها أنها أفراد هذه الشبكة لها نشاط آخر في مجال تنظيم حالات الإبحار السري نحو الضفة الأوروبية، أين أسفرت العملية كذلك عن حجز قاربين محركين بقوة دفع مختلفة، 5 خزانات للوقود وجهاز جي بي اس لتحديد الاتجاهات بالإضافة إلى منظار، ليتم تحرير إجراء قضائي ضد أفراد هذه الشبكة سيحالون بموجبه أمام العدالة.